بشر أخاك، أدخل السرور عليه. حتى مثلا لو رأيت إنسان مغتم قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور، فقل له أبشر، بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينطق له. فإذا رأيت أخاك مكروبا فقل له أبشر، الفرج قريب. إذا رأيته في عسرة قل أبشر، اليسر قريب. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لن يغلب عسر يسري، لن يغلب عسر يسري. أدخل السرور على أخيك المكروب، قل له انتظر الفرج. كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يدخل البشرى والسرور على إخوانه حتى يفرحوا وينشطوا ويؤملوا وينتظروا فرج. وينبغي للإنسان أن يكون متفائلا مستبشرا بالخير، وأن لا يرى الدنيا أمامه كالحة مظلمة